الذي له الحق في إصدار الفتوى هو ذلك الإنسان الذي توفرت فيه شروط العلم بأن نال قدرا كبيرا من العلم يؤهله لكي يتعامل مع النصوص الشرعية فهما وتدقيقا واعتبارا لمآلات الأمور وتحقيقا للواقع وفهما لهذا الواقع فهما دقيقا متصورا له تصورا صحيحا ملما ومحيطا بهذا الواقع. هل لابد أن يكون خريج الأزهر؟ نحن الآن يعني قبل أن نتكلم عن هذه المسألة لكن نقول بأن الفتوى هي مهنة وحرفة وصنعة زائدة على مجرد العلم. يعني العلم هو أول عتبات الفتوى، لكن لابد مع العلم من توفر شروط معينة تؤدي إلى إيجاد الصنعة لدى الإنسان. يعني ليس كل عالم يصلح أن يكون مفتي بلا ريب، وهذا بشهادة العلماء الكبار وكتبوا في كتبهم هذا الأمر بأن حتى مجرد معرفة الفقه والفهم وغير ذلك هو ليس وحده كافيا في إيجاد مهنة الفتوى. والناس بتسمع حضرتك دلوقتي، هل يخطئ البعض عندما يذهب إلى إمام المسجد ويطلب منه فتوى معينة؟ كما قلت لسيادتك سابقا بأن البحث عن الحكم الشرعي وهذا بشهادة العلماء الكبار السابقين في كل الكتب، هذا مسطور وليس بغريب، يعني البحث عن السؤال هو بحث عن أمر يهتم بالإنسان في أمر دينه، والدين أمانة وعلى الإنسان أن يسأل من يثق في علمه وفضله وخبرته في أمر الفتوى. هيروح للإمام ولا مش هيروح للإمام؟ ولا ريب أن دار الإفتاء المصرية والمؤسسات الأزهرية فيها قدر كبير جدا من هذه الخبرات المتراكمة في أمر الفتوى، ولهذا فإن المصداقية الشعب المصري إنما هي ترجع إلى هذه المؤسسات اللي هي دار الإفتاء. دار الإفتاء والأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء، مؤسسات كثيرة في تتبع المؤسسة الأزهرية. مجمع وبحوث الإسلامية في الأزهر هو الجهة الوحيدة التي يحق لها مراجعة الفتاوى؟ مجمع البحوث الإسلامية هو هيئة كبيرة وله منزلة في البحث العلمي الدقيق عندما نعجز أو عندما تكون المسألة يعني ذات طابع عام ولها خلفيات كثيرة، فلابد من اللجوء إلى الاجتهاد الجماعي. ولا شك أن مجمع البحوث الإسلامية بما فيه من خبرات وبما فيه من كوادر علمية كبيرة لا شك أنه قادر على بحث مثل هذه المسائل، ونحن نحيل إلى مجمع البحوث الإسلامية الكثير من القضايا، وهو يحيل إلينا أيضا القضايا التي يمكن أن تبحث.